لكن لو هنتكلم على المجاملات والحلال والحرام واخطاء التحكيم المؤثره المباشره، فاخر هي بطوله هي اخر دي. بطوله الزمالك اخذها 2014 2015 اخر بطوله دوري. هذه البطوله انت ملك كده وكتابه ما كانش بيظهر للاسف في الموسم ده. الموسم ده ما كناش شغالين. انت عايز توصل لايه؟ اوعى تفكرني. هنوصل مع حضراتكم بموسم 2014 2015 في هذا الفيديو التجميعي لست نقاط كامله خدهم الزمالك بفعل تحكيمي، خد بيهم الدوري 2014 2015. لا هو الصوره اللي قدامي هنا انه في دفع باليد اليسرى للاعب رقم 25 من الزمالك. طبعا لو احتسبت كان هيبقى طرد طبعا. ثم حصلت الدفعه اللي احنا شفناها دي، ادي ايده اهي، شايف ايده اليمين في ظهر اللاعب. اوكي، اذا هنا ادي الدفع، اذا هنا في ركله جزاء. ايده اهي في الوش متعمد. ها طبعا هو ساب الكوره. تمام، هو ساب الكوره يعني حتى هنا اللعبه بعيده عنهم هما الاثنين. اذا دي تيجي تحت بند ايه؟ الخطا المباشر. أوكي. الخطا المباشر دخل منطقه الجزاء واحتسب ركله. هو خد الكوره اهو، ادي الزقه اهي اهي، يبقى هنا في ركله جزاء. اوكي، ركله جزاء لم تحتسب لصالح الاسيوطي اهو. ادي الرجل البيضاء الحذاء الابيض اهو، الشراب الاصفر اللي لعب الكوره، الاصفر اللي لعب يا كابتن. اذا المفترض في مخالفه على احمد سمير. ركله جزاء، ست نقاط واحده ورا الثانيه في موسم 2014 2015 الداخليه بترجيت الجونه الاسيوطي 8. لكن انتوا متخيلين اللي حصل مع الاهلي ده إيه؟ على فكره غير الست نقاط اللي حصلوا للزمالك في هذا الموسم الكارثي، هذا الموسم كارثي بجد، لانه ما اعتقدش انه حصل في تاريخ مسابقه الدوري من سنه 48 لغايه دلوقتي انه في فريق اتعرض سبع نقاط يا استاذ ابراهيم لاهدار 14 نقطه كامله من رصيده. 14 نقطه كامله للاهلي في موسم 2014 2015 في فيديو تجميعي. الزمالك ست نقاط هديه، الاهلي 14 نقطه خصم، يعني 20 نقطه اثرت في المسابقه. ده كان موسم مرتضى منصور بالمناسبه اللي خد فيه درع الدوري. نفكركم في هذا الفيديو المجمع بال 14 نقطه اللي حرم منهم الاهلي. بيتعرض للمسك اللي هو عنده قوس، اللي هو عنده قوس. كمل وادي المسك اهو يا كابتن، وركله جزاء وطرد. ادي الحاله اللي بعديها، ادي وليد سليمان وهناك دفع، يمكن يكون اوضح كمان من اللعبه الاولانيه اهو. ادي وليد وادي الدفع اهو، يبقى هنا دي فاول داخل المنطقه، داخل المنطقه. نعم، اذا دي ركله جزاء. شوف بقى الحاله دي يا كابتن زكريا، عماد خد الكوره ورايح للكوره، الرجل اللي اتحطت دي هي اللي منعته من انه يوصل دي الكوره. انا في تقديري ان هي فاول، ركله حره مباشره، بمعنى انها داخل منطقه الجزاء، يعني ركله جزاء لصالح اونسايد. يا سلام، يبقى جول. قلت يبقى الكوره كانت جول، وهنا يبقى التعادل هنا بفعل فاعل، يعني ده بخلاف لمسه اليد اللي احنا هنرصدها. الكوره وادي ايه، ادي لمسه يد، ادي ايه، ادي لمسه يد على قلب الدفاع احمد صلاح في اللقطه اللي فاتت. اتفضل بقى يا كابتن عبد الستار، انا ماليش علاقه فيها ديت، مش محتاجه اي كلام في اي شيء. ركله جزاء واضحه 100%، ومحمد الصباحي يبعد عن اللعبه ثلاث يردات الكوره في الرجل. ماشي، تمام تمام، يعني المهاجم يمتلك الكره. صح، ورايح يكمل لعبته عشان يتخطى حارس المرمى. حارس المرمى لعب الكره، المدافع. مدافع للاسف كده، المدافع. ايه المدافع؟ المدافع المفترض ان لم يكن هدف يبقى في ركله جزاء للنادي. والله الاعاده واضحه والتسلل يعني غير موجود اطلاقا، كان مغطي اللاعب عمرو الحلواني. 14 نقطه وست ضد الاهلي وست نقاط ضد الزمالك كانوا كافيين انه يخلصوا الموسم في غياب تام للعداله وغياب تام حتى الملك وكتابه. الموسم ده للاسف ما اشتغلناهوش، ولما رجعنا عملنا كشف حساب لهذا الوضع اللي كان غريب جدا وعجيب عجيب. ده الموسم الكارثي في العدالة المصرية التحكيمية. 14 نقطة، ودايما وأبدا يا جماعة المنهج بتاعنا من أول ما بدأنا ما بنقولش رأينا، ما احناش خبراء تحكيم، لكن بنستعين بكل خبراء التحكيم وآرائهم.
ومنهم حتى اللي بيتقال في قناة الزمالك دلوقتي. ده ماتش الإسماعيلي ده من الماتشات الغريبة جدا 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 لأي حكم. لأن الكورة نط عمرو جمال سقطت لاعب النادي الأهلي جابها جول، يوم يحسبها لمسة يد على عمرو جمال وهي لمسة يد تحتسب ضربة جزاء على النادي الإسماعيلي.